السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، مقطع جديد مع شباب فالكون. يا مرحبا، قبل أن نبدأ الفيديو تنسون لايك واشتراك. مقطعنا اليوم وشو يا جماعة؟ مقطع الملاحظة. نعم، تحدي الملاحظة. وش الملاحظة؟ الله أعلم، عند الإعداد الموضوع. تحدي الملاحظة يا أخوان بكل اختصار، راح تطلع لكم أول شيء مجموعة صور. مجموعة الصور دي راح يكون كل صورة بسألكم عليها كم سؤال، كل سؤال بنقطة. طيب أتيام ولا كل واحد الحال؟ لا، كل واحد الحال، كل واحد عنده زر. السؤال بيكون اول ما يعني اول ما اوريكم الصوره ما حد يضغط. اذا جيت سالت السؤال اول ما يخلص السؤال تضغط. ممتاز، حلو. واذا ضغطت قبل اخلص السؤال تبي انت تتوقع ايش كناني حركات. واذا ما كنت مشترك اشترك. بسم الله. في ترى الفقره الاولى صور، الفقره الثانيه فيديوهات، الفقره الثالثه اشياء واقعيه. يلا تم جاهزين؟ جاهز، روح. واخيرا يا جماعه الخير نزل الحدث اللي كلنا نستناه، حدث لاعبين الموسم. الحدث فيه افضل لاعبين الموسم في الدوريات الكبيره، الانجليزي، الاسباني، الايطالي، الالماني، برضو الدوري الفرنسي. هو المكان المناسب اللي تسوي فيه تشكيلتك وتتحدى فيها العالم. عزيزي المشاهد ركز معي، هذا اخر اسبوع للحدث، يعني يا اما تلحق ولا بتروح عليك. الاسبوع الاخير اللي فيه كل لعيبه الموسم، وتقدر تحصل لاعبين هذولا وغيرهم برضو واكثر منهم. شلون يا رايد؟ بالمهمات اليومية، خلصها وتجيك لعيبة، ما يوقفون لعيبة. ولا تنسون تحملون اللعبة من الرابط اللي تحت بالوصف. لا تنسى الآن انزل تحت وحمل اللعبة واستمتع. ها، تذكروا ان حنا بالاسبوع الاخير، متى ما شفت الفيديو هذا اعرف انه اخر اسبوع على طول. ها، استعجل، احرق احرق، خلص ما عشان تستفيدون، عشان ما تقول رايد والله ما على اخر شيء. قدامك 7 أيام يمديك تسوي كل شيء. على فكرة ترى الحدث مكمل معاكم، في أحداث ومفاجآت مرة قوية وجبارة وراح تنصدمون أنتم. طيب يا رايد، وين بنلقى المفاجآت هذه؟ وين نحصلها؟ تحصلونها بالديسكورد اللي ينزل لكم الفعاليات والمسابقات والتحديات والأخبار وكل شيء أول بأول. وين يا رايد ديسكورد؟ برضو تحصلون رابط ديسكورد تحت بالوصف. حمل اللعبة، مشاهدة ممتعة، وأخليكم مع المقطع. الصورة الأولى 3 2 1. بسم الله. دقيقة، لابسين هالهوب كلهم أحمر. حلو، في سؤال أحس إنه بيسأل قلبي يقول. تعال الوقت إخوان. أيوه. السؤال الأول، كم نجمع الشعار؟ بلش. سبك. بغبط. ثلاثة. إجابة خاطئة. 2. إجابة صحيحة. ما جابوا ذات كاس عالم يا أخي. راح زي كذا قلت يلا أنا أعرف 2. مش كبغط أنا بابا، بس ما أدري إيش. أنا أعرف 2. وش حفظت أنت؟ أنا حفظت اللي شعرهم أبيض. أنا حفظت الأرقام حتى أنا. إي والله قلت 3 شعرهم أبيض. أنا حفظت الأرقام. أنا الكابتن. السؤال الثاني يا إخوان. نفس الصورة. نفس الصورة. يا علي جبت العيد أنا. ها؟ عشان الصورة. بالله ما تغير السؤال بعد سولفنا. ما راح أغير السؤال. كم لاعب لم يظهر رقمه؟ سعد عبيد ورب الكعبة صح؟ 6 لعيبة. إجابة خاطئة. 5 لعيبة. إجابة خاطئة. 3 لعيبة. إجابة خاطئة. والله سعد عبيد ما بقى. 5 3 6 2 ولا 4؟ 4 لعيبة. إجابة خاطئة. لاعبين. يا رب. باقي سؤال ثالث. صح؟ بعد. باقي سؤال ثالث. طب خلينا نشوفها ثاني شوي. لا لا لا، جاهزين؟ ايه يلا يلا. ما هي العلامة التجارية للطقم حق فرنسا؟ نايك. إجابة صحيحة. هذه طيب يا اخوان، الحين بحطكم الصورة الثانية، الوقت 20 ثانية. اوكي، حلو الصورة. بسم الله 3 2 1. ابلش. بس خلاص عشان نعرف الجواب. شيل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ريست كلكم. سؤال يقول، ما هي الهدية المختلفة؟ يا شيخ فوق على اليمين مرة ما كان عليها نقط. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. محمد أود النقطة. يا رب تعبي ما يروح الفاضي، أنا قاعد أفكر في شيء. عددهم كلنا نعرفه. يلا كم؟ ما انا راح اقول اول حرف. ما راح اقول لك. ما تعرف. انتهت الاسئله على هذا السؤال. الله. اي والله. 77 11 ب7. يب. امك ضربتوها ولا احسب كذا. لا لا. الصوره اللي بعدها يا اخوان جاهزين؟ يلا 3 2 1 تفضل. اسلم. واللي
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة انتهى الوقت يا اخوان. السؤال يقول كم كلب فاتح فمه؟ اثنين. إجابة خاطئة. ثلاثة. إجابة خاطئة. أربعة. إجابة خاطئة. بقلها 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 واحد. صحيح. يا عيال الله العظيم والله حرام يا عيال. نقطة لأبو عمر. السؤال الثاني في نفس الصورة يقول كم كلب كان عليه طوق؟ واحد أحمر. إجابة خاطئة. أبو الدهر. انتهى وقت اودن. انتهى وقت اودن. بلوك. اثنين. إجابة صحيحة. يس. شفت واحد. ما قلت لي في واحد. النقاط. النقاط عادل اثنين، رايد صفر، اودن واحد، ابو عمر اثنين. يا مقطعي صفر. اقسم بالله وين؟ والله العظيم وين؟ جاهزين؟ جاهزين. السؤال اللي بعده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. أح. لا كثير. والله كثير. أح. عمي أحا. والله يا علي قاعد ارقط اشياء ما ادري وش. انتهى الوقت. جاهزين؟ يلا. السؤال الاول يقول ايوه وش كان لون الباب؟ ابيض. اجابة صحيحة. يا اسهل واحد. يا اسهل شيء بديهيات. طيب السؤال الثاني يقول كم عدد السلالم؟ ما كمل السؤال. واحد. الإجابة صحيحة. واحد. قاعد شو اسمه؟ سلم اللي في نصنا. سؤال الأخير في هذه الصورة كم سيكل؟ ثلاثة. والله عدها برضو. إجابة صحيحة. عديت الغسالات وعديت البرادات وعديت السياكل. أنا الأشياء اللي عدها جابها كل أشياء للباب. الدرجات عديتها واحد اثنين ايه واحدة صغيرة فوق. ياب ياب ياب. ايوه والترمس عاد في ترمسين. ايوه ثلاجات. عديتها والله عديتها والله عديتها. اسأل لا افلقك بسرعة. صفر مقطعي. طيب جاهزين يا اخوان؟ يلا 3 2 1 تفضل. اح ما هو مستحيل. ما هو الحرف الناقص؟ مستحيل. أجاوب؟ ما سألت. ها؟ ما خلصنا. عندك سؤال. إذا جاوبت على سؤال محطوط لك نقطتين. دقيقة دقيقة ركز معي. إيه؟ الحين أنت هذا مكتوب سؤال وش الحرف الناقص مكتوب؟ مكتوب؟ أيوة. جاوب عليه لك نقطتين. راء حرفي. إجابة خاطئة. في راء. ما شفت داء. حرف الميم. إجابة صحيحة. أيوة. بس العرض كان وايد فلك نقطة واحدة. مقطعي 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 صفر. اصل ليش عارف مكتوب السؤال؟ ايوه موجود السؤال انا ما فكر فيه. طيب في سؤال ثاني. يلا وش الحرف اللي كان في السطر الثاني؟ اي ان شاء الله اخشي على اليمين. ما نون. اجابه صحيحه. يخرب بيت المخ ما شاء الله. شو حرف الدال؟ انا بس اول واحد. انا بقول الدال. تقول الدال يمكن يسار دال ما ادري تحت يسار. ها السؤال الاخير بعد بالحروف الحرف اللي في الزاويه يسار فوق بالزاويه عارف اللي جنبه غين. إجابة خاطئة. عارف اللي جنبه حرف السين. إجابة خاطئة. اسمع أقول اللي جنبه تكفى تكفى أقول اللي جنبه يا شيخ. حرف الراء. إجابة خاطئة. الخاء. اسمع اللي جنبه واحد من ذول حاء خاء جيم خاء. أبي الأخير. يلا اهبد خاء. حرك سعد هبيدي. زاز زاز خلص الوقت يلا هاي كاف. إجابة خاطئة. أشوف أرجع الصورة بقى انقهر. الهاء. خاء خاء عرفت الخاء. الصورة اللي بعدها جاهزين؟ والله ادق كل حواسي ما راح اسولف. ها ليشن ديت سكسوكه بنت دقيقه تعال الوقت. ايوه 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 نفس التفكير احس. ايه سرعه. السؤال الاول ها بضغط ايش كان العلم؟ السعوديه. يا اخي تستهبل. اجابه صحيحه لعادل. السؤال اللي بعده طبعا إيه؟ جاوب الحين. اذا جاوبت جاوب. نقطه هوم. ها هوم. اجابه خاطئه. 2013. دقيقه اصبر. 2013 انا بجاوب قبل السؤال. لون الخط ازرق. اجابه خاطئه. لا احد يضغط. اللي بيضغط بيمنع. خلاص بجاوب. بدون هبد. لا بدون هبد. السؤال يقول كم كان الرقم
2013 قلت جاوبت اجابه يا عيال قاعد قلت هوب اول شيء لو قلت 2013 يلا ترى بعمره 2013 انا عارف 2013 قال هوب قبلها السؤال الاخير في الصوره بعد لون الجدار اللي ورا اللي احمر اجابه صحيحه اهل مشكلتي في الضغط بدله خضراء فقط يعني يا والله كثير كذا اقسم بالله يا اخي مخ كذا هم مخ كذا ما شاء الله ابو عمر 2 اودن 2 رايد 0 عادل 9 غمضوا مقطعي هذا عشان اسعدهم والله غمضوا 3 2 1 تفضل فالكون هذا صقر بجسم حمامه صغير مره ايش يسوي ما في شيء احس صوره فاضي اوكي على الوقت السؤال الاول يقول كم ظفر كم موجود سبعة تعبيس جوه ما عاد فيها اضغط اسمعي دقيقة ليش سبعة ثلاثة يمين ثلاثة يسار لا في أربعة أربعة يمين في رابع هناك طالع هو أساسا له أربعة بس في واحد منهم تخبي ورا النص يا ليه اضغط قبل لا تسمع كم اضغط السؤال اللي بعده وش كان لون لونه أسود المنقار هو أنت أجبت اللون الصحيح ولكن مو بالمنقار طب عادي أسود طيب يا عمي اعطيني لون ريشه نقطه راي الرائد كان لون العين كلهم اصفر انا اعطيت الجواب قبل كان اسود طيب اكون علي عشان النقطه شوف كيف وراهم الحين باذن الله غمضوا يلا المقاطع غمضوا بلاش ايش اسمه ما اعرف اسمه علي بابا والله ما اعرف ها يلا اسمه عبد المجيد عبد المجيد محمد السؤال الاول يقول كم كان عدد صور تسعة اجابه خاطئه 12 خطا فجأة يرحم امكم 11 بس طالع عندك رقم واحد عندي عند بقانا ها 10 10 برضو خلاص كلكم اجابات خاطئه 8 لا 13 واحد زياده في واحده زايده طيب السؤال الثاني يقول في واحده من الصور حقت بسيط كان في رقم كم كان الرقم اوه سعد عبيدي 8 اجابه خاطئه ما شفت ما ادري من بسيط اصلا 19 خاطئ بس يا بعد ترى في تايم 10 ثواني اذا ما حد جاوب 8 خطأ توني قايل والله العظيم كل هالذكاء راح 2 شوف الصوره كيف خلص اسئله اي كم صوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اي والله غلطان انا حفظت حفظي عطني من دنيا حبك واترك الباقي ادري شكلك تعبت علي عطني من دنياك حبك طيب يلا غمضوا نفس الصوره ولا ايش لا لا غمضوا غمضوا بدي صوره ثانيه اخر صوره ذي تمام بسم الله جاهزين 3 2 1 تفضل اوبا يا كثرها يا شيخ اذا اخطيت بشيء انا ما افهم يلا العب يلا طيب السؤال الاول يقول مجموع المكعب 20 اجابه صحيحه السؤال الثاني يقول في وجبه تحت بيتزا اوريك اوريك يا الله ايرل ايرل انا عندي لاج والله والله اعطوني الياف اضغط قبل لا يقول السؤال نتي اضغط قبل لا يقول السؤال السؤال الثالث يقول يوشي كم كان مع عمله؟ 8 خطا اجابه خاطئه مبهبد ليش اعطيك فرصه؟ يوشي وش به؟ كم مع عمله؟ بسرعه عندك كم مع عمله؟ يلا اربعه اجابه خاطئه خمسه اجابه صحيحه والله اني عارف انه ضغطه والله اني ما ادري وش السؤال الاخير في هذا السؤال تعال يلا كرب عليك تقول بعد ما قلت قال التشكيك هذا التشكيك العب زي الناس جاوب التشكيك اطلعك برا واخذ نقاط بس بكاء يا ابو عمر زمانك خلاص خرب 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 اكيد خرب اكيد خرب صفقته في ام امه يا اخي سؤال يقول يا اخوان السؤال الاخير في هذه الصوره اسم اللعبه ماريو بارتي ما كملت السؤال خلاص كامل اقول كامل لا لا مو هذا السؤال ها برا اسم اللعبه اسم اللعبه ماريو بارتي سوبر ستارز حلو ايوه ماريو الاي اللي فيها بيلون احمر صح انا ضغطت هنا احمر اجابه خاطئه يس يس يا جماعه تخسرون ازرق اجابه خاطئه رايت عندك ترى اصبر اصفر اصفر اجابه خاطئه للاسف أصفر. كانت باللون الاخضر ايش تبغى هذا قاعد اسم اللعبه اول مره يشتتنا بالسؤال دائما السؤال بديهي من اول كلمه سبحان الله الا هذه
طيب يا اخوان تعال فقرة صور. عادل 10 رايد 1 اودن 4 ابو عمر 3. فرق بيني وبينك صفر ترى عندك صفر. نبدا فقرة الفيديو الان. حلو هذا اول فيديو. طب ليه لقلق؟ اي مرة مستحيل يعني جودة خايسة. ما شغلها مرة ثانية؟ لا 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 رايد لا وش لا 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 انا عرفت الحرق انت وياه. لا لا طيب انا عرفت شيء ان شاء الله بيسألني يا اخوان. يا رب في ثلاث اسئلة. حلو فقرة الفيديو كل سؤال نقطتين نقطتين. يهديك حلو بإذن الله. ممتاز زيد عال. السؤال الأول يقول كم رقم صاحب المركز؟ زهري. ما في كم رقم قلت زهري؟ كم رقم؟ كم رقم صاحب المركز؟ وش زهري؟ كم؟ 14 13. إجابة خاطئة. 14 تكفى. صاحب مركز كم؟ أنا أعرف أنا أعرف صاحب المركز الثالث صح؟ يا أخي الأول أكيد بديل. ثلاثة رقم ثلاثة. غلط. طب قول السؤال. طيب أكمل السؤال. أكمل السؤال الحين. الأول كم رقم صاحب المركز الثالث؟ 14. إجابة صحيح. لو تنتظر شوي إيه لو لو تنتظر شوي صح عليك بس انت تضغط جاوبها زهري. يلا يلا لانه هي اوضح شيء شفته الفيديو. زهري ست نقاط وجيب لي السبب حتى انا. طيب 14 مش كذا. السؤال الثاني ما هو لون خوذة صاحب ابيض؟ حتى اقول ابيض. اجابه خاطئه. اخضر. طيب بكمل السؤال. غلط. كمل اضغط اكمل. إيه. ما هو لون خوذة صاحب المركز الاول؟ ايش درمان ازرق. اجابه صحيحه. ثمانية ازرق. الثالث كابوسك قادم من الخلف. كابوسك والله كابوسك. طيب السؤال الاخير في هذا المقطع ما اعرف من اضع مني والله. زهري ما هو لون حصان صاحب ابيض؟ صح. ابيض ابيض رصاصي ابيض ابدا. غلط. رصاصي. اجابه صحيحه. ابيض ابيض. لا تقلت ابيض فلوس نفس العمر قبل شيء. فرق شاسع بين الابيض والرصاصي. عطنا 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 الفيديو اللي بعده. عطنا الفيديو اللي بعده. يلا اي بس شوف واحد زائد اثنين ثلاثه. ما ادري هبيدي هبيدي والله ما اعرف ايش الفيديو. ما اعرف الا الزهري اللي مشي. يا نقاط الان عمر 5 اودن 8 رايد 1 عاد 10. ناظرني والله انت خسي. هذا ضاع مني ضاع مني ذا. كل شيء بضيع منك لانك ابوسك ترتبك مني والله تخاف مني. يا ساتر طلع من اليوم من كتم يوم قرب قام يخرب بيت الحقيقي وانا واحد وراه. غمضوا غمضوا بعد شو زهري. سوي لي ست سوي لي ست سوي لي ست تو وان نفتحه. حلو رايد مقطعك. حلو مالك اي عذر. اول ما يضحك ترى بيرمي. بسرعه ايش الصعوبة؟ خلص؟ ايه تبي عيده؟ لا 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 لا. طيب في المعركين نفس العدد الأسئلة ثلاثة كل سؤال بنقطتين. السؤال الأول يقول ماذا كان يرمي الوحش؟ برجر. إجابة صحيحة. نقطتين أكيد. الرابط. السؤال الثاني كم مرة؟ أربع مرات. إجابة خاطئة. يا أخي كم مرة رمى برجر؟ أربع أربع ترى ثلاثة. إجابة برضو خاطئة. أكمل السؤال يا عيال؟ إيه كمل. كم مرة؟ ضحك ضحك لي. خمس مرات. إجابة صحيحة. أما أربعة بوس لا 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 أمكم بسلك الماء. يا الله هذا حتى هو مقطعي وتابع مقطعي بمقطعي ما جاوب هو ما خلاص كذا أوفر أوفر. عشان كذا عزيزي المشاهد أنا ما صمم في مقاطع نفس كذا. مقطعك ذكاء في ذكاء ناس أذكياء مقاطع ذكاء فتصحي مقطعك ولعبتك. أيوه ولا جاوب بديهيات. إيش فيك؟ لا تختلف يمكن مقطعك لكن اللعبه مو بلعبتك. هذه لعبه رايد. صح صح هو طيب. بلعب انا بحسب كم برجر شات صحيح. بس مو برجر قصدي ضحكه. السؤال اللي بعده يقول كم عدد قفزات رايد؟ اي الحمد لله صعبه. اجابه خاطئه. تمام ثلاثه. اجابه خاطئه. تنقص كثير ينقل بس رايد انت عندك فوق سته سبعه سبعه. اجابه خاطئه. خمسه. اجابه صحيحه. اودي هذا غشاش. هل ايش تسوي بعد ما نجاوب كذا هو جاوب سوى تكتيكي حرب خدعه. يلا جبت لكم ولا ما جبتها؟ لا والله جبتها وبطرحها. كم كم 12 12. النقاط ابو عمر 5 رايد 1 اودن 12 عادل المركز الاول يا هطه.
يلا 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 عادل عادل جيتك من العقري ما ادري ايش العقري دارك غمضوا غمضوا العقري دارك غمض اودن يلا ايوه ابو عمر جو وش والله مجوي ما عندي ذاكره انا 2 1 تفضل مين بالكلب ذا عامل اللعيبه كلهم معرفهم سميدو هلنت بلنتي 6686 هلنت شايف تحت يسار دقيقه 47 ما ادري بالضبط تواصل اوكي يلا تعال 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 السؤال الاول يقول كم كان ما هي احتفاليه اللاعب ثلاثه خطا اجابه صحيحه اوكي ثلاثه هي الهاتريك قصدي كذا كابوسك صليح كذا كابوسك هذا بكاء لا هو سو كذا يلا 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 هذا السؤال اللي بعده بجاوب احس السؤال اللي بعده قل كم ما كان لون لون ايش يا حبيبي اشقر اجابه صحيحه وشو لون ايش شعر شعر هذا ابو ينضيقه حكم اسمالد هذا يا طلع شو لا في يلا يلا اللهم استعان يلا السؤال الاخير بالحكم بالله بعيد ما احس بني كان قل كم تكفى كم؟ أربعة ما بدل ضايع أربعة دقائق يا أخي ما أعرف كم كانت؟ 47.20 ثانية غلط كم كانت موجودة شاشة في الملعب؟ وش السؤال؟ كم شاشة كانت موجودة في الملعب؟ شاشتين إجابة صحيحة من ربك ها؟ اي والله 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 أكلها الحين والله شاشة البار وشاشة البقاء مبارك للسيتي تحقيق الدوري وألقم يا أرسنال يا هطر 3 2 1 يا واحد عندي سؤال واحد بس حجاوب عليه ما دققت عيار انا دخلت جمعه على المقطع ركزنا فيه طيب من كان صح جاوب مساعد إجابة صحيحة سال هي جانا كابوس ثاني طلعت لنا الله يرحم والديك صحيحة صحيحة من كان صاحب الإرسال طيب السؤال اللي بعده من استقبل الإرسال قل كم كانت النتيجة إيه مستحيل 12-10 إجابة خاطئة والله ما شفت النتيجة 13-12 إجابة خاطئة بعد الهدف اللي قبله كم كانت النتيجة إيش طالع 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 13-11 إجابة خاطئة أنا كنت قريب 13-10 أيام قريب في الحياة إجابة برضو خاطئة أعطني سؤال في سؤال طيب لا خلاص خلصت ما عندي غير إجابة إيش خلصت الأسئلة يا أخي قول كم لمسة يا أخي تسعة كم كبس رايد مرة مرتين بس من رد كبسة رايد أبو عبيد السلام أبو عمر لا مقطعك يا أبو عمر 3 2 في بندر تفضلوا 1 كم مرة الله كم طقم لبس ابو عمر كم مرة بنشوف تبغون تشوفون يا معرقين لا ايه ايه ايوه صاحب المقطع عندنا مرتين نرجسي انا 8 مرات ها 9 مرات تطلع في المقطع 9 مرات تطلع ماني لا تحاول في سؤالين يا اخوان على الصوره سؤال بنقطتين طبيعي السؤال الثاني بثلاث نقاط لانه صعب اذا ما حتجاوب عليه راحت عليكم السؤال الاول يقول من كان في الصوره الثالثه عزيز اجابه صحيحه ايوه اجابه صحيحه كان عزيز هذا بثلاث نقاط لا هذا نقطتين اوكي هذا الحين ثلاث صح هذا بثلاثه الحين طقم ابو عمر احمر اخضر كلها غلط بسمع السؤال طقم ابو عمر الاخير كان في رقم هنا ولا ما اعرف اطقم استنى تبي الرقم كم ابي الرقم كم سعد هبيدي يقول 88 اجابه خاطئه فهبدوا لان اذا بدتوا كلكم غلط بعطيه انت واحد 18 اجابه خاطئه 23 اجابه خاطئه بعطيكم هنت الحين في هنا كان رقم الرقم كان سنه من السنين بالميلادي وبعطيكم هنت ما بين 2019 الى 2023 واحد من ذا السنين كان كذا كذا نهبد 2021 إجابة خاطئة 22 إجابة خاطئة رايد 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 أودن أودن 2000 أودن أنا أخضر شوف سره 2020 صح إجابة صحيحة بوستن يس حق بوستن أشوف ثلاث نقاط
يلا عيد النقاط، كم نقاطنا؟ انا اعلى واحد الحين. خسي ثلاث نقاط خذيت، تحديتك تحداك تعدي. لا 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 لا. طيب يوسف هذا انقطع على الهنت، هذا واحد بينكم. ايه لا لا صار نقطتين مع الهنت. ايوه يا ابني. اي مالك. ابو عمر 9 شوف عادل، اودن 16، رايد 1، عادل 16. شفت انا سويت في المقطع قدمت والله انا بس موجود معك. انا بس مقدم والله. يا الله شوف النقطه ذيك بعد جيم من جوف هذا عشان ثاني مره ما يقول لي رايد نفس المقاطع نفس كذا نفس نفس المقاطع نفس العيال. مقاطع الذكاء الذكاء انا لعب ذكي سرعه بديهه صفر. بس اعطوني لايك واشتراك صاد والله يعني ان شاء الله تستمتع. كم عندك مشتركين الحين؟ الحين 1,800,000 ومدري كم، يعني بقى على 1,000,000. اي والله والله قربنا. اشترك الله يرضى عليك. طيب يا عيال تحدي الملاحظه في الحاله الواقعيه. حلو. التحدي الاول معي كور انا، حلو؟ بذب كور وابغى وبيكون في اسئله على رمي الكور هذا. يلا ممتاز. ركزوا ها، تركيز جاهز؟ جاهزين؟ يلا. وش اللي يا عيال وش ذا؟ وش ذا يا عيال وش ذا؟ يا عيال الاعداد ما فيهم مرض اتوقع مريضين. الله يشفيهم. والله اني صدعت انا والله. الكون مستحيل. طيب يلا وش السؤال؟ عدد الكور، انا حسبت عدد الكور وعدد الاشياء الثانيه. حتى انا. كم عدد؟ ما راح اعلمك، خليك تجاوب. شنو انت؟ ما راح اعلمك. السؤال الاول يقول كم عدد؟ وش كان لون الكاس؟ بنفسجي. إجابة خاطئة. أصفر. إجابة صحيحة. إيش كان لون الكاس الأول؟ إيه أصفر. طيب وش كان لون الكاس؟ أصفر. إجابة صحيحة. كاس الأخير يا عيال. إيه ذاكر ذا مو ذاكر يحبس. أصفر بنفسجي 50-50. كم أكبر عدد الكور؟ خطأ. بس كم اكبر عدد كور؟ ثلاثة ربع بعض. اثنتين، مرمي ثلاثة ولا مرة. اي شلون؟ بجاوب. جاوب انت. انتهى. انا بجاوب. حدث معايا. كنت بتقول اثنين؟ والله بقول اثنين والله، وذبيتها في النص، ذبيتها كذا مع بعض انطلقت. اجابة صحيحة محمد اودن والله. والله عطى والله. اجابة صحيحة محمد اودن. انتهى التحدي الاول. يا جماعة الخير اللي ما حمل تطبيق كود ويحمل التطبيق ويحط كود RA2 كابيتال وخصم 20%. عليكم العافية. وش المهرج؟ وش المهرج؟ أبو حوط. الله يشغلك في نفسك يا شيخ. أنا حفظت شيء. طيب ما فقعت طيب. يو بيقولوا شو حمول واحدة مفقعد وقرف. الله دعواتكم لا يا جماعة الخير. الله يعطيكم المشاهدة. نشوفكم إن شاء الله المقاطع الجاية. والله دوله. عددها خلاص حفظت الباقي ما أعرف. أي شيء قاعد تقول ما أعرف ما أعرف ولا شيء. أحد يناظر ورا؟ التركيز كله عليك. يناظر ورا بتروح النقطة. تكفى. السؤال يقول السؤال الأول يقول كم عدد البالونات؟ 10. إجابة خاطئة. ضغط ضغط عندي ورا ضغط عندي. 15. إجابة صحيحة. ياس جنون. ياس إجابة صحيحة. إن شاء الله ضغط عندي قوة. طيب السؤال اللي بعده. وأنت أول واحدة بقعت. ها. دخلت أنا. أيوه. وش كانت البالونة؟ اللي طلعتها حمراء. إجابة خاطئة. وش؟ زرقاء. إجابة خاطئة. صفراء. إجابة صحيحة. اللي بيدي اليمين مخي ما اشتغل لاخر شيء ام الغبنه. اللي بيدي اليمين المعلوميه يا اخوان انا ما قلت لكم هالشيء بس التحدي هذا الواقعيه ثلاث نقاط. حلو ممتاز. ثلاث ثلاث كم؟ سته مع سبعه. السؤال اللي بعده يقول البالونه لون احمر. اجابه خاطئه. اي شيء اقول عطني عطني انا عرفتها لون هذا. شوف اللون هذا وشو؟ اخضر. اجابه خاطئه. رصاصي. لما قال اللون هذا كمل السؤال. كمل ما بقول لك كمل انه قال اللون هذا وانت سويت كذا ما قلنا هذا وهذا. السؤال يقول ما هي البالونه الثانيه اللي انفقعت؟ ايش كان لونها؟ اصفر. اجابه خاطئه. زرقاء. اجابه صحيحه صراحه عليك. طيب السؤال الاخير يقول وش كان لون البالونه؟ احمر. اجابه صحيحه. اخر بالونه طلع فيها يب صح احمر. هنا وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة الخير، ترسلون لايك واشتراك، ماني معلمكم من فايز، ماني معلمكم من فايز. أنا فايز، مو أنا فايز، ما ندري ما أنتم حد فايز مين؟ أبو أودن ولا هذا؟ أنا أشوف رايد اللي فاز. السلام عليكم، اللايك والاشتراك والسبسكرايب تحت، ومع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم.